أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة إلى الجذور بنعمة ربنا. والأول مرة يمكن على القنوات التلفزيونية المسيحية هيكون لينا مقابلات مع ناس يهود أمنوا بالسيد المسيح، فطبعا اتغيرت حياتهم تماما. أهلا إيدن، أهلا بيك في برنامجنا، أنا مبسوط إنك معانا النهاردة. أهلا يا بشوي، شكرا إنك استضفتني. عايزين نعرف في الأول خلفيتك ونشأتك في اليهودية. احنا عارفين انك اتولدت وعشت يهودي، عشان كده خلينا نبدأ ونسألك، انت اتولدت فين وامتى؟ انا اتولدت في جوهانسبرج في جنوب افريقيا في عيلة يهودية ارثوذكسية. عظيم، ممكن تفهمنا يعني ايه الواحد يكون طفل يهودي؟ تمام، يعني ايه طفل يهودي؟ سؤال كويس جدا، بس أنا ما كنتش طفل يهودي، بس لأني من سبط لاوي، عشان كده كبرت وأنا بخدم في المجمع وأعمل كل اللي بيعملوه اللاويين نسل هارون. يعني تربية اليهودية كانت مميزة جدا بالنسبة لي، وكانوا بيقولوا لي دايما وأنا صغير أنت يهودي، يعني أنت جزء من خطة الله للعالم. أنت من سبط لاوي، تمام، بس بيتهيألي طالما انك لاوي ده يخليك مميز شوية عن الأطفال التانيين. يعني مثلا زي ما انت عارف، هل لازم تتعلم ألحان اليهودية عشان تصلي بيها؟ مظبوط، في طقوس مخصوصة، لكن ما تخليكش طفل مميز، بس بيديك مسؤولية أكبر في المجمع عن الأطفال التانيين. على سبيل المثال، في أيام الأعياد الكبيرة بتغسل إيد الكهنة، وكمان تجهزهم للبركة الكهنوتية. طبعا ده زي ما قلت ما يخليكش مميز، لكن يديك مسؤولية أكبر. تمام، هل ممكن تحكي لي عن والديك وجدودك؟ يعني مثلا أسمائهم وكانوا بيشتغلوا إيه؟ عاشوا فين وكده يعني؟ كانوا كلهم من جنوب أفريقيا. كان جدي في الحقيقة عمدة بلد صغيرة في جوهانسبرج، وبابا اشتغل في الحكومة برضه. أسميهم باري وستانلي، وكل الناس كانت تعرف جدي وكان يعرفوا بابا برضو. في الحقيقة هم عاشوا في بلد صغيرة، وأسامي الشوارع كانت على اسم أفراد عيلتي، وأنا عشت هناك كمان، فكان كل الناس عارفاني وعارفين أصلي وفصلي. وأبويا وجدي الاتنين كانوا يهود أرثوذكس، وكان بابا هو رئيس المجمع. تمام، يعني كنت طفل مهم وشخصيته مهمة إلى حد ما. طيب عيلتك اليهودية كانت شكلها إيه؟ يعني عايز أقول المجمع والحياة الدينية اليهودية كانت مهمة بالنسبة لهم، وإيه هي العادات والاحتفالات اليهودية اللي كانوا دايما يحافظوا عليها؟ لا، الديانة اليهودية كانت شيء مهم جدا في عيلتي، فكانوا بيحافظوا على السبت. يعني مثلا في يوم السبت ما نقدرش نعمل أي حاجة محرمة من الحاجات اللي ما بتتعملش يوم السبت، فما نقدرش نسوق عربية ولا نستخدم الكهرباء، ما نقدرش نعمل أي شغل، وبيتنا كان حلال، يعني زي ما بيقول سفر اللاويين ناكل حاجات معينة بس وما ناكلش حاجات تانية، وما ينفعش نخلط اللحمة باللبن مع بعض. عشان كده كنا بنحافظ على الكشروط ونروح المجمع ونحافظ على السبت، وبرضو كل الأعياد. عشان كده اليهودية كانت جزء مهم في عيلتنا بثقافتها وتقاليدها. هل في أي فرد من عيلتك عمل حاجة مهمة؟ يعني مثلا كان أول شخص يهودي يعمل حاجة مهمة للمجتمع بتاعه؟ تقدر تقول لنا هما كانوا بيشتغلوا ايه؟ جدي الكبير لويس فريدمان كان اول عمدة يهودي في مدينة كروجرسدورب في جوهانسبرج اللي انا جيت منها. عشان كده هو شد الانتباه للقيادة اليهودية في المدينة، وجدي برضو عمل زي جدي الكبير، وبابا كمان، وده عمل سلالة من القيادة اليهودية في البلد الصغيرة وصلت لأعلى مستوى ليها، وكان في مجتمع يهودي كبير في المدينة دي. وفي وقت ما كان في هناك 500 عائلة يهودية في البلد الصغيرة دي، وده يعتبر عدد كبير. عشان كده عايز أقول إنه كان في ريادة في المستوى الحكومي في المدينة، وده كان شيء ممتع. هل كان في مجموعات عرقية تانية في المدينة غير اليهود ولا بس اليهود؟ لا، كان في مجموعات عرقية مختلفة،
في الحقيقة بابا حكالي أكتر من مرة إنه أفضل صديق عنده كان مسيحي لبناني، وقال إنهم كانوا بيشتغلوا مع بعض ويتعبوا عشان ينجحوا، وكان في تقارب كبير ما بين اللبنانيين والجالية اليهودية في البلد اللي أنا عايش فيها، ولحد دلوقتي بيعملوا كده، هما قريبين جدا وبيدعموا بعض. تمام، عشان كده انت ما حسيتش في اي نوع من انواع التمييز او التعامل المخصوص؟ طبعا، انا جاي من جنوب افريقيا، وجنوب افريقيا كافحت ضد الفصل العنصري. اذا ما كنتش مواطن كويس ومحتاجين لك هتعاني، لازم تكافح ضد العنصرية. ما اقدرش اقول اني عانيت زي اخواتي الكبار، لاني عارف انهم لما كانوا صغيرين تعبوا من معاداة السامية في المدرسة. انا اسف لده. تمام، عايز اسألك، هل انت عندك شجرة عيلة؟ انت قلت انك من سبط لاوي، ليه مهم انك تعرف السبط بتاعك في اليهودية؟ لا، في اليهودية ده موضوع مهم جدا، لانه لما اتدمر الهيكل الثاني اتدمرت كل سجلات الاسباط. الوحيدين اللي حفظوا نسلهم هم نسل هارون اللي هم الكهنة، وكمان سلالة لاوي من أيام موسى النبي. بقية أسباط إسرائيل تم تدمير سجلاتها، عشان كده اليهود ما يقدروش يقولولك بعد تدمير الهيكل الثاني هم من أي سبط، ودي حاجة تخلي أسئلة كتير تطلع. لكن كان المهم أني أعرف أني من سبط لاوي، وكنت دايما أسأل بابا إزاي نعرف أننا من سبط لاوي. كان يجاوبني ويقول لي لأن أبويا وجدي كانوا من سبط لاوي، والأمر ده بينطبق على أجيال كتيرة، عشان كده عرفنا إن إحنا لويين بحكم التقليد. تقصد بالتقليد من غير سجلات؟ اسمي للدهوني الحاخام هو شمعون يهوشاع ابن بنيامين عبر لافي، معناه سمعان ابن يشوع ابن بنيامين اللاوي. عشان كده مع إننا مش عندنا سجلات مكتوبة، لكن أسماءنا لها تراث وتقليد إننا من سبط لاوي من أجيال كتيرة. اليهود كلهم كده ولا أنت بس؟ لا، أنا بس، لأن مش كل اليهود من سبط لاوي. هل اليهود التانيين يعرفوا برضو أسباطهم بالتقليد ولا هما ما يعرفوش؟ مظبوط. يعني أنا عارف مثلا إن الكهنة اسمهم كوهين، عشان كده أي شخص اسمه كوهين هو من سلالة الكهنة. كوهين يعني كاهن، وده اسم شائع جدا. ده صحيح، يعني كاهن. يبقى العادة ان اسم الشخص مش مجرد اسم، ده ممكن يكون وظيفة. مظبوط، تمام. كان عندك اخوات قد ايه؟ احكي لنا عنهم شوية. انا عندي 3 اخوات ولاد واخت بنت، وانا اصغر واحد فيهم، ولان انا الصغير في العيلة كنت متدلع قوي، لان كلهم كانوا بيحبوني وكانوا واخدين بالهم مني. لكنهم عايشين في جنوب افريقيا وانا عايش في كندا دلوقتي. انا ما بقدرش اشوفهم زي الاول، لكنهم قريبين مني. طبعا اخواتي الاتنين الكبار قوي ما عنديش علاقة قوية بيهم زي اخواتي الاكبر مني على طول والقريبين من عمري. طيب كلمنا عن ذكرياتك وانت طفل، هل فاكر قضيت طفولتك ازاي؟ هل مثلا كنت مبسوط ولا مش قوي؟ الحقيقة أنا عشت طفولة جميلة، كان عندي أصحاب كتير وكان إخواتي بيحبوني جدا، وده خلاني طفل مميز. عايز أقول كمان إن أنا كنت بحب أمارس الرياضة، حبيت كرة القدم جدا، وحبيت كمان الكريكت، ولحد دلوقتي لسه بتابع كرة القدم بحماس، بس الكريكت مش قوي زي الأول. بس كنت بلعب وكنت بشوف الرجبي برضه، وانا مش عارف اذا كنتم عارفين ولا لا، بس جنوب افريقيا لسه فايزه بكاس العالم للرجبي الاسبوع اللي فات. عشان كده احنا ابطال العالم. الف مبروك. شكرا. بيتهيألي برضه اللي اثر على الرياضه هي اننا نشوف دوله زي جنوب افريقيا بتتغير من دوله فصل عنصري لدوله حره لما اطلقوا سراح نيلسون مانديلا. دي رفعت معنويات بلدنا فعلا. طبعا كنت بتروح المدرسه وفي مدرسين واصحاب وتعليم ورياضه، ايه كمان الحاجات اللي انت ما تقدرش تنساها؟ وكنت بتعمل ايه في البيت بعد المدرسه؟ ده سؤال حلو. الحقيقه في المدرسه انا كنت رئيس للطلبه اليهود، يعني كنت رئيس للقسم
اليهودي في مدرستنا. عشان كده أنا كنت بحب أنظم الاحتفالات والأنشطة الدينية اللي كانت عندنا في المدرسة. تمام، هل في كل مدرسة ليك كنت بتدخل القسم اليهودي؟ كانت مدارس يهودية وكان الطلاب معظمهم يهود، وبكده كنت مسؤول عن عدد أكبر، يعني اللي بيمارسوا اليهودية الأرثوذكسية أكتر، فكنت مسؤول عنهم وعن إني أساعدهم إننا نعمل الأنشطة. عشان كده المدرسة بالنسبة لي كانت يهودية جدا وأنا كنت قائد في ده. أما في البيت فأنا كنت دايما ألعب رياضة حتى بعد المدرسة على طول، يا إما كنت ألعب الرجبي أو كرة القدم أو الكريكت. ما كنتش بركز قوي في المذاكرة والدراسة الأكاديمية. تمام، طب إيه فريق الكرة اللي بتشجعه؟ الفريق هو توتنهام هوتسبر. وإيه أحسن لاعب بالنسبة لك؟ كان هاري كين، لكنه اتنقل عشان يلعب دلوقتي في ألمانيا. حاليا اللاعب المفضل عندي هو مدافع هولندي جديد اسمه ميكي فاندرفين. الحقيقة أنا ما سمعتش عنه قبل كده. معقول ما سمعتش عنه؟ تقلقش أنا واثق فيه. هتسمع عنه كتير بعد كده. ممكن تحكي لنا شوية عن تعليمك اليهودي؟ وكمان كنت بتروح أي مجمع يهودي؟ أنا بنتمي للمجمع اليهودي الأرثوذكسي في جنوب أفريقيا، وكمان درست في إسرائيل لما كان عمري 16 سنة. كان في برنامج اسمه كفروهيا، يعني قرية رؤيا في الخضيرة، وده كان بنية كيبة يعني معمول لمجموعة شباب متدينة. وهناك رحت لآل يوشيفا، ودي مدرسة دينية يهودية، ودرست العهد القديم والتفسير بتاعه، التفسير الحخامي، وده أثر عليا كتير لما كنت طفل. يعني انت سافرت من جنوب افريقيا لإسرائيل. طب قعدت قد ايه هناك بالظبط؟ قعدت هناك حوالي سنة. سنة، تمام. هل كان عندك بار ميتسفا ولا لا؟ يا ريت تفهمنا الاول يعني ايه بار ميتسفا، لان الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي ممكن ما تبقاش عارفة معناها. البار ميتسفا كلمة معناها ابن الوصايا، ومعناها انك لما يبقى عندك 13 سنة بتبقى طبقا للقانون الحخامي اليهودي راجل، يعني تقدر من وقتها تلتزم بالوصايا. عشان كده بنعمل حفلة ونقول بشكل واضح أهلا بيكم كلكم، أنا دلوقتي ناضج وأقدر أتبع ربنا، وبابا مش هيتحاسب عني بعد كده. وظيفتي دلوقتي هي أن أكون تلميذ لإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وأنا طبعا كان عندي طقس بار ميتسفا، والجزء اللي قريته من الكتاب المقدس كان قصة نوح، وكان لازم أغني الجزء ده قدام الحاضرين، وكان عندنا حفلة كبيرة جدا بعدها، وده كان وقت مش ممكن أنساه في حياتي. هو أنت كان لازم تتعلم تغنيها إزاي؟ طبعا. ودي لها طريقة معينة؟ كل كلمة عبرية في التوراة لها رمز موسيقي، عشان كده لما تيجي تقرأ الكلمة دي ممكن تغنيها بالنوتة الموسيقية، يعني ترنمها. طيب ممكن تدينا مثال ولا صعب؟ حاضر. طبعا جزء من البار ميتسفا بتاعي اللي كان عن نوح كان له لحن، هو نطقه روني أكالا لوهي يلادا، وبيتقال باللحن كده روني أكالا لوهي يلادا بالطريقة دي. وبعد كده بتتكرر الجملة الموسيقية، يعني كل عبارة لها جملة موسيقية خاصة بيها. بالظبط، وبتتكرر، ودي بتبقى حاجة جميلة انها تتسمع. طبعا انا شخصيا احب اسمع ده. يا ريت تدينا تسجيل للتوراة باللحن ونعرضه على المشاهدين. طيب هل كنتم بتحفظوا السبت؟ ويا ريت تقول لنا هو اليهود مسموح لهم يعملوا ايه ومش مسموح يعملوا ايه؟ انا عارف ان ده موضوع مهم. طبعا موضوع مهم جدا. في 39 قانون من قوانين السبت، وفي القوانين ال 39 دي حاجات كتيرة سلبية، يعني ما تعملش كده، ما ينفعش تعمل ده، عشان كده ودايما ما فيش شغل وما فيش كهرباء، ولازم تاخد اليوم ده راحة، يعني ما تعملش حاجة خالص. حرفيا كلمة السبت معناها التوقف، لازم تقف عن فعل أي شيء، والوقت ده بيكون وقت للعيلة. عشان كده يوم السبت كان لعيلتي، يعني من ليلة الجمعة بنبقى مع بعض حوالين ترابيزة الأكل، ونقعد نهزر ونريح من تعب الأسبوع كله. تمام، هل كان مهم لعيلتك أنهم يحتفظوا بالهوية اليهودية؟ طبعا، وده كان السبب اللي خلاهم يتضايقوا جدا لما سبت اليهودية وبقيت مسيحي. طبعا، واضح جدا، لأن ده ضد هويتهم اليهودية. هل كانوا بيحافظوا على كل التقاليد اليهودية؟
أيوة، كل التقاليد اليهودية. طيب، هل عيلتك برضو حافظت على الكوشر؟ أولاً فهمنا يعني إيه كوشر؟ وإنت هل كان عندك محل بتشتري منه البقالة مخصوص؟ هل كان عندك برضو جزار كوشر؟ طبعاً، في سفر اللاويين في تفاصيل الحيوانات الطاهرة والحيوانات النجسة، واللي لازم تعرفوه هو إن اليهودية في زماننا ده اسمها اليهودية الحاخامية، لأنهم بيتبعوا التفسير الحاخامي للكتاب المقدس الأصلي، وبالطريقة دي صحيح إنهم خدوا قوانين الطهارة والنجاسة من سفر اللاويين، لكنهم توسعوا في كده وحدثوا التعليم بتاع التوراة بطرق مختلفة، وكده بقى في قوانين حاجة اسمها الكشروت لقوانين الكوشر. إحنا طبعاً كنا ملتزمين بالكوشر من جهة الأكل اللي بناكله، فكان لازم نجيب اللحمة من جزار كوشر، وبرضو الأسماك المسموح بأكلها، لأن مش كل السمك والمأكولات البحرية نقدر ناكلها. يعني مثلا ما نقدرش ناكل لا الجمبري ولا الكاليماري ولا الاستاكوزا أو أي حاجة من ده، لأن لازم السمكة يكون ليها قشر. يعني السمكة اللي ملهاش قشر تبقى نجسة غير طهرة. طبعا، زي الجمبري مثلا. عشان كده في قوانين بتشرح الموضوع ده، يعني مثلا لازم يكون الحيوان من الثدييات، طب يمضغ الأكل وبعدين يكتر، يعني بيرجع الأكل ويمضغه مرة تانية، ولازم تكون عنده حوافر مشقوقة. يعني مثلا على سبيل المثال البقرة كوشر لكن الخنزير مش كوشر، لأن الخنزير ما بيكترش الأكل، عشان كده الخنزير ما فيهوش متطلبات الأكل الكوشر. انت قابلت مراتك ازاي؟ قابلتها في مؤتمر الفريق الوطني البرتغالي بتاع كرة القدم في جنوب افريقيا سنة 2010 لما كان كاس العالم هناك، لان بابا كان في الحكومة وعمل عشاء للمنتخب البرتغالي والمدربين بتوعه. بس هي كانت من خلفية مختلفة. هي من خلفية مسيحية. طب عملت ايه بعد كده؟ انا قابلتها ليلتها وعرفت على طول اني محتاج اتعرف عليها اكتر. اتكلمنا شوية على تربيزة الأكل، وبعد كده فضلنا مع بعض. طبعا أنا مش فاكر قوي زيها، لكنها بتقول إن إحنا عادنا نتكلم عن ربنا معظم الوقت. أنت قلتلي إنها برتغالية، طب كانت جاية تعمل إيه في جنوب أفريقيا؟ لا، هي اتولدت في جنوب أفريقيا. تمام، لكن جدودها اتولدوا في ماديرا في البرتغال. طيب هي عملت إيه لما عرفت إنك يهودي؟ أنا متهيألي لأنها كانت مسيحية كان الموضوع كويس، لأن الكتاب المقدس اللي هي بتقراه بيقول لها بصراحة إن الشعب اليهودي جزء مهم من الحكاية، لكن طبعاً كان في تحدي إن إحنا نفهم مثلاً إيه الفرق ما بين المسيحية واليهودية. طب عملت إيه لما قابلت باباها ومامتها لأول مرة؟ لا، دي حكاية مثيرة للاهتمام، لأن مامتها كانت ودودة جداً ناحيتي، لكن باباها كان متردد شوية. مامتها ادتني كتاب مقدس عشان أقراه، وده بالنسبة لي ما كانش حاجة كويسة أبدا، لكن في نهاية اليوم أخدت قرار إني يا إما ما أقدرش أشوف كارة مرة تانية أو إني أعيد قراءة الكتاب المقدس، فقررت إني أكمل مع كارة. طب وإيه اللي حصل بعد كده؟ لكن بعد كده اليهود مش متعودين يقروا الكتاب المقدس. إيه اللي حصل للكتاب المقدس الأول؟ حطيته في آخر الدولاب. ما كنتش عايز تقراه. وما كنتش عايز أقراه خالص، وقلت مش هطلعه من مكانه، لأنه دايماً كان بيتقال لي كيهودي الكتاب الوحيد اللي ما ينفعش تقراه هو العهد الجديد، عشان كده خبيته في الجزء الوراني من الدولاب. لكن في نهاية اليوم الناس بدأت تصلي عشاني، أنا ما كنتش فاهم يعني إيه يصلولي، لكن بعدها بدأ يكون في سؤال بيتكرر جوايا، وهو هل يسوع هو المسيح؟ وفضلت في الصراع ده. في اليهودية الموضوع كان واضح جداً إن المسيح لازم يكون من نسل داود، عشان كده بسذاجة قلت لنفسي أراهن إن المسيحيين دول ما يعرفوش حتى إن شخص المسيح لازم يكون من نسل داود. عشان كده يا راجل مش مظبوط، ده موجودة في أول آية فعلا، أول إصحاح في العهد الجديد. فعلا أنا عمري ما قريته. الوقت اللي بدأت أقرأ فيه كتاب المقدس قلت لنفسي دي حاجة هتكون سهلة أوي. أول آية في العهد الجديد، أول حاجة إن يسوع مش من نسل داود، يبقى ما ينفعش يكون المسيح. طب وإمتى عرفت إن ربنا يسوع هو ابن داود؟ أبدا، أنا كنت قاعد على سريري بصلي وطلبت من ربنا أن يكشف لي الحقيقة. قعدت أقول يا رب لو أثبت لي أن يسوع هو من نسل داود أنا هآمن، وأوعدك أنا هبدأ رحلة إيمان أن يسوع هو المسيح. الحاجة اللي عرفتها بعد كده أني تشجعت جدا أني أطلع الكتاب المقدس اللي كان في آخر الدولاب، ورحت ناحية الدولاب وأخدت الكتاب المقدس وفتحته على إنجيل متى الإصحاح الأول، وده كان إنجيل ما قريتوش قبل كده، وحرفيا في السطر الأول لقيته بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم ابن إبراهيم، فاتخضيت ورحت قافل الكتاب على
طول ووقع من ايدي. من اول آية تقراها على طول ورطة كبيرة. ده ربنا كان بيكلمك بالظبط. دي كانت رسالة واضحة جدا من ربنا ليك. واضحة جدا جدا. ايه اللي خلاك في الاول عايز تستكشف المسيحية؟ كمان ايه اللي خلاك تؤمن بربنا بعد كده؟ هل ممكن تقول لنا الحاجات اللي خلتك تتحول من اليهودية للمسيحية؟ في حاجتين، حاجة طبيعية وحاجة خارقة للطبيعة. الحاجة الطبيعية هي اني قابلت مسيحيين زي اسرة مراتي، واستغربت جدا من محبتهم والطريقة اللي كانوا بيتصرفوا بيها معايا ومع الناس التانية، وفكرت ايه الحاجة المميزة في العيلة دي، وقعدت اسأل نفسي اذا كان ده السبب هو علاقتهم بربنا ولا لا. عشان كده كان عندي دايما سؤال بيدور في عقلي. اما الحاجة التانية فهي اللي عرفته لما بدأت ادرس الكتاب المقدس في سفر التكوين، بالتأكيد مع السطر الاول باللغة العبرية بيقول بريشيت بارا إلوهيم، اللي هي في البدء خلق الله. والسؤال الاول اللي كان عندي ما كنتش فكرت فيه قبل كده هو ليه اسم ربنا جمع؟ لان الوهيم اسم جمع، طب ليه جيب صيغه الجمع؟ عشان كده السؤال الاول كان ليه اسم ربنا جمع في سفر التكوين. صح، هما اليهود بيفسروه ازاي ده الثالوث؟ امال هما بيقولوا ايه؟ هما طبعا ما بيشرحوهاش بالطريقه دي. في الحقيقه جزء من سبب استمراري في البحث في الكتاب المقدس هو انه في كل مره سالت فيها حد من الحاخامات سؤال ما كانش بيديني اي اجابات. انا حقيقة مش متأكد هما بيشرحوا الموضوع ده ازاي. هما دايما بيقولوا في حاجات ما نعرفهاش وما عندناش اجابات عليها، فما تتكلموش فيها وما تسألوش فيها. بالظبط، زي مثلا اشعياء 53، وده اكتر سفر مؤثر في العهد القديم لانه بيتكلم عن يسوع المسيح. عشان كده اليهود مش بيقروه في المجمع في دورة القراية السنوية. يعني مش ضمن قراءات الاربعة وخمسين اسبوع اللي بيقروها اليهود في المجمع كل سفر. طبعا هم ما حطوهاش لانهم مش هيعرفوا يفسروها. فعلا، عشان كده اليهود مش بيقروه. هل في حاجات تانية في الكتاب المقدس خلتك تفكر اكتر انك تبقى مسيحي؟ خد بالك برضو ان المزامير كانت مفيدة جدا. مثلا مزمور 22، الهي الهي لماذا تركتني؟ اربط ده باللي قاله السيد المسيح على الصليب. في المزمور ده المرنم بيوصف شخص ايده مسكوبة ورجليه كمان. فإذا كان داود اللي كتب المزمور ده بيكتب بضمير متكلم، وإحنا متأكدين إن محدش طعنه في إيده ومحدش ثقب برجليه أبدا، يبقى هو بيتكلم عن مين؟ يبقى لما يسوع صرخ إلهي إلهي لماذا تركتني، دي كانت صرخة للآب. والمزمور ربط الكلام بالشخص اللي هتتثقب إيده ورجليه وحاجات زي كده. يعني مثلا في سفر الأمثال 30 آية 4 يقول من جمع الريح في حفنتيه ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. عايز أقول لك أنا عارف حد واحد بس يقدر يشيل الريح في إيده، وهو خالق العالم، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بس داله ابن، إيه اللي بيحصل هنا؟ هي دي الأسفار المقدسة اللي خلتني فعلا أتحول للمسيحية. يبقى خطوة بخطوة بدأت تسأل نفسك الأسئلة دي وتحاول توصل إنك تعرف أكتر عن الإيمان المسيحي. طيب هل اتحولت 100% بعدها ولا إيه اللي حصل؟ طبعا ده اللي حصل. النعمة لمست قلبي وحسيت بيها إن يسوع هو المسيح، وكل ما فكرت فيه أكتر كل ما بقيت شخص مختلف أكتر، كل ما اختبرته أكتر ببقى عايز أعرفه أكتر وأكتر. أنا ما حسيتش بده قبل كده. أنا فعلا حسيت وكأني بتنقل من مرحلة معرفة الله لمرحلة العلاقة مع الله. ده بالظبط اللي حصل. كنت بختبر ربنا. يمكن ما عندناش الوقت دلوقتي عشان أشرح لك كل ده، لكن حصلت حاجات كتيرة في حياتي مش ممكن تفسيرها. حسيت فيها بحضور ربنا، وده اللي أقنعني فعلا إن ربنا مش بيحبني بس، لكن يسوع هو المسيح اللي بعته ربنا عشان يصالحني ويرجع العالم كله لي. وبعدين ايه اللي حصل؟
هل بدأت تتكلم مع عيلتك في الموضوع ده؟ عملت كده. انا مش متأكد اذا كان ده صح ولا غلط، بس اعتقد انه كان لازم استنى شوية، لكن ربنا اكيد عارف كل حاجة وما تفاجئش باي حاجة عملتها. طب وعملوا ايه؟ وايه رد فعل عيلتك كلها واصحابك؟ ما كانش كويس. لما اتجوزت كارا ما حدش منهم حضر الفرح. ياه، اكيد دي كانت حاجة مؤلمة جدا ليك. كان مؤلم جدا جدا. لكن بعد كده هل قدرت ترجع العلاقة معهم؟ الفرح بتاعنا كان وقت عيد الأبواء. بعدها بسنة وانا كنت بغسل الصحون مع مراتي في بيتنا، حسيت في قلبي ان انا كمسيحي لازم اصالح الكل، لان رسالتنا كلها بتدور حوالين محبة الخدمة والسلام. عشان كده وقفت وقلت انا لازم اتواصل معاهم، مش مهم اللي عملوه فينا او اللي حاسين بيه من ناحيتنا، لكن دي شغلتنا، دي مهمتنا، ان احنا نروح ونقدم المحبة. عشان كده بدأنا نروح عشاء يوم السبت في بيت بابا، بدأنا نرجع العلاقة مع اخواتي مرة تانية ومع اصحابي كمان. وقبل ما سافر كندا باربع ايام، يعني من حوالي سنة، قدرت ان اقود والدي للإيمان بيسوع. الموضوع أخذ له من 12 ل13 سنة، ووالدي توفى من شهرين. تعزيات الروح القدس. متشكر. لكن والدي في آخر 9 شهور من حياته عاش كيهودي مؤمن بيسوع المسيح. شيء جميل. لكن عادة لما بيبدأ الناس في الإيمان والرجوع لربنا، عادة بيعدوا بتجارب كتير وبيواجهوا أوقات صعبة. إيه اللي أنت واجهته؟ اضطهاد كتير من أصحابي والعيلة اللي كانوا مش فاهمين إيه اللي حصل. حاخام أو اتنين حاولوا يتواصلوا معايا واقنعوني باللي أنا بعدي بيه ده مجرد مرحلة وتعدي. يعني تقدر تقول اضطهاد من المجتمع بشكل عام. كنت زي ما يكون واحد مش عايز حد حواليه تاني. عشان كده أنا أشكر ربنا على عيلة مراتي، لأنهم في الوقت ده خدوني وساعدوني وتلمزوني. وهناك كان في مجتمع كنيسة حلو، وده خلاني أفضل على المسار الصحيح وأحس إني هبقى أحسن. لأنه لما بيبدأ ناس كتير تضطهدك، بيكون صعب جدا إن يكون عندك فرصة للخروج من ده في مجتمع تاني آمن. في الأوقات الصعبة دايما بنسمع صوت ربنا بيكلمنا. أنا سمعت إنه كلمك في كافيتيريا، صح؟ إيه اللي حصل؟ أيوة، كنت في الوقت ده تعرضت للسرقة. حاجات كتير اتسرقت مني، وده دمرني فعلا. ولما شفت كارا قلت لها ايه اللي بيحصل، انا اتسرقت. واتصلت ببابا وحكيت له الموضوع، وقال لي طبعا، ما هو انت اديت ظهرك لاله ابراهيم واسحاق ويعقوب، طبعا ده كان لازم يحصل لك بعد ما امنت بيسوع المسيح، لازم الحاجات دي تحصل لك عادي. وقال لي ربنا ما عادش بيحبك، ربنا غضبان منك. ده غضب ربنا عليك. ايوه، ربنا غضبان منك، ربنا مش بيحبك. انا كنت مدهش جدا ومستغرب من حقيقة ان ربنا ما عادش بيحبني. عشان كده سألت كارا ليه ده بيحصل لي. قالت لي تعالى نروح نشرب قهوة. وفعلا رحنا نقعد في كافيتيريا في جوهانسبرغ. واول لما دخلت الجرسون قعد يبص علي، ولما قعدت فضل يبص لي بشكل عجيب جدا. ولما قعدت على الترابيزة جي قريب مني وقال لي انا كنت مستنيك من شهور. فقلت له انت بتتكلم عن ايه؟ قال لي بص، انا كنت بصلي من كام شهر وشفت في رؤية ان في راجل هيجي لي الكافيتيريا، وعرفت انه لازم اديه رسالة من ربنا. فقلت له ياه، وايه هي الرسالة اللي عندك لي؟ قال لي الرسالة هتبقى مكتوبة على وش فنجان القهوة. وبعديها حط قدامي قهوة باللبن، وعلى وش الفنجان مكتوب الله يحبك. الجرسون بعد كده قال لي انه مش هو اللي كتب ده على وش الفنجان، وانا عارف انه هو ما عملش كده. لكن في اللحظة دي عرفت ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب خالق الكون بيكلمني شخصيا، وبيديني دليل لدرجة انه بيكتب لي رسالة على فنجان القهوة بتاعي انه هو بيحبني. رائع، قصة جميلة. ازاي بعد كده زاد ايمانك وروحانيتك لما امنت بالرب يسوع؟ عايز اقول لك كل الناس اللي كانوا عارفيني قبل ما اؤمن بيسوع، وممكن يكون ده نوع من انواع الاكلاشيهات،
اللي لازم أقولها لك، لكن هي دي الحقيقة. أنا فعلاً اتغيرت وبقيت إنسان جديد تماماً. أنا كنت زمان عدواني وعنيف جداً، كان عندي مطاعم وما كنتش لطيف أبداً مع الموظفين بتوعي، ومراتي اللي قابلتني لما ما كنتش لسه مسيحي ممكن تشهد بالحاجات دي. أنا كنت حد مختلف تماماً، كنت بعمل كل الحاجات الغلط وكنت مصاحب الناس الغلط. لكن لما بقيت مسيحي وبقيت مؤمن بيسوع لقيت نفسي عايز أعمل عكس كل ده. عشان كده بقيت بعامل الناس باحترام ونظفت حياتي، فبقيت بحب جدا شريكة حياتي اللي هي مراتي كارا، وبقى عندي عيلة. كل اللي كنت متمسك بيه زمان من عادات وحشة اتغيرت، وبقيت الشخص اللي كان نفسي دايما أبقاه. هل عندك قصص أو تجارب شخصية تحب تسلط الضوء عليها؟ يعني اختلافات بين حياتك كيهودي وحياتك كمسيحي، تحب تحكي لنا حاجة؟ عندي حاجات كتير، بس مش عارف إذا كان ده عشان أنا كنت يهودي ولا بس عشان ما كنتش مؤمن بالمسيح. ما ظنش إنه عشان كنت يهودي، بس أقدر أقول إن الحاجات دي عشان ما كنتش مؤمن بالمسيح. يعني مثلاً أنا كنت مؤجر شقة في جوهانسبيرغ، وكنت بشرب سجاير كتير، ودايماً أتخانق مع صاحب البيت لدرجة إنه طردني أنا وصحابي من الشقة، لأننا كنا متعبين قوي كمستأجرين، لأن كنت عنيف جدا. لكن بعد 15 أو 16 سنة لما أمنت بالمسيح، وأنا بتكلم عن تجربتي في كنيسة جوهانسبيرغ، صاحب الشقة اللي طردني من شقته كان قاعد في الاجتماع في الكنيسة دي، بس ما عرفنيش، لكن أنا عرفته. وبعد الاجتماع رحت له وقلت له أنت مش عارفني؟ فقال لي لا. قلت له أنت مش فاكرني؟ أنا إيدن فريدمان. هو بقى أكنه شاف عفريت، وقال لي بقى أنا طردتك لأن أنت كنت فظيع، ودلوقتي أنت جاي تبشر بإنجيل في كنيستي. طبعا ده كان لازم أفهمه اللي حصل معايا وأحكي له حكايتي كلها. وبعدين رحنا أنا ومراتي اتعشينا مع عيلته كلها، وأخدنا لهم ورد معانا، وقضينا وقت جميل اتصالحنا فيه. وبالنسبة لي هو ده الإيمان بالمسيح، لأن المسيح هو اللي بيصالح الكل. عشان كده حول حكايتي من حكاية شخص سلبي لحكاية شخص إيجابي جدا، حكاية مصالحة وعيلة ومجتمع، وهو ده اللي بيعمله المسيح. إيدن، إزاي بتوفق ما بين ثقافتك اليهودية وإيمانك بالمسيح؟ ده سؤال كويس، متهيأ لي سؤال برضو بيتسأل لي كتير، إزاي ممكن تكون يهودي وتؤمن بيسوع؟ لأن إحنا بنخدم في مؤسسة يهود من أجل يسوع. الاسم نفسه بيعمل رد فعل غريب، لأنه زي ما قال الرئيس التنفيذي بتاع المؤسسة بتاعنا مرات كتير على مر السنين، يهود من أجل يسوع دي حاجة كده عاملة زي لحمة للنباتيين، حاجة ملهاش معنى. لكن في الحقيقة لو بصيت من قريب هتلاقي أن يسوع الناصري هو أشهر إنسان يهودي في كل العصور، هو المسيح، هو اللي مستنيه الشعب اليهودي في المسيح. هم مستنيين أنه يجي حد يكون مدافع عن ربنا، ويكون ربنا بعته علشان يفسر الأسفار المقدسة لأول مرة، وعشان يوري الحقيقة للعالم. وبكده أنا أكون مسيحي من أصل يهودي، دي الصورة الكاملة عن الله في العالم ده. اللي عرفته في العهد القديم بيأكده للعهد الجديد اللي أنا عارفه دلوقتي. عشان كده أقدر أستفيد من العهدين من خلال الأصفار كلها. عشان كده بنقدر نسميه الكتاب المقدس. لكن على سبيل المثال أنا أقدر أحتفل بعيد الفصح اليهودي، بس بشرط أني أبقى عارف أن خروف الفصح كان رمز الحمل الله اللي جه، زي بالظبط ما حصل لما وقف يوحنا قدامه قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطايا العالم. أنا دلوقتي فاهم ليه ربنا قال زمان أنا هديكوا خروف هينقذكم، لأن ده في يوم من الأيام بعت حمل ينقذ العالم كله. ولما حط الحاجات دي كلها مع بعض بيبقى سهل إن أنا مارس الثقافة اليهودية والثقافة المسيحية. مستعيلي لما بتيجي تقرأ العهد الجديد بتشوفه بعيون مختلفة. فعلا دي حاجة جميلة. طب إيه هي نصيحتك لأي حد بيفكر أو بيمر بمرحلة التحول من اليهودية للمسيحية زيك؟ عايز أقول لأي إنسان إن يسوع المسيح هو أعظم شخص ممكن ينقذك في كل وقت، هو الأمل الوحيد في السلام،
هو الأمل الوحيد الفداء والرجوع لربنا، وهو الشخص الوحيد اللي ممكن يرجع ويدور عليك 100 مرة من غير ما يزهق. ما تفوتش الفرصة، ادي يسوع فرصة ان يجي حياتك ويغيرك من جوه لبره ويعمل منك نسخة افضل. عشان كده كل اللي بيسمعوني دلوقتي بقول يسوع بيحبكم جدا، يسوع بيحبك جدا. عايز اعرف ازاي استقبلك المجتمع المسيحي؟ هل الناس فهموك غلط ولا ايه؟ ده سؤال مهم. للأسف في بعض الأحيان في بعض المسيحيين مش بيفهموا وضعنا، يعني يقولوا إذا كنت أنت يهودي ودلوقتي بتؤمن بيسوع يبقى أنت دلوقتي مسيحي، يبقى معنى كده لازم تتخلص من ثقافتك اليهودية لأنك دلوقتي إنسان جديد. وأحيانا يكون في سوء تفاهم لأنهم ما بيبقوش فاهمين إزاي ممكن تكون يهودي مؤمن بالمسيح، إزاي ممكن تقدر تحتفل بالسبت من غير ما تكون ديانتك يهودية. لا، ممكن تحتفل بالسبت لكن لسه عندك علاقة مع ربنا، ويبقى السبت بالنسبة لك مجرد وقت بتتوقف فيه عن العمل، ويبقى يوم السبت للعيلة بس وفرصة إن احنا نقرب من ربنا وناخد خلوة معاه ونستريح في صلاحه ونعمته. ده طبعا بياخد وقت من الناس إنها تفهم إزاي ممكن تعمل الحاجتين مع بعض في نفس الوقت. طبعا في فرق ما بين الثقافة والإيمان. أعتقد إنه ممكن تحتفظ بثقافتك وعاداتك لكن يكون عندك إيمان بالمسيح. أيوة، الإيمان بالمسيح بيبقى عامل زي الكريمة المسكرة اللي على الكيكة، هو اللي يدي حلاوة للحياة. هل بتحس إن إيمانك الجديد قربك من ربنا أكتر وقوى حياتك الروحية بشكل ما؟ أنا ما حسيتش أبداً بإني قريب من ربنا أكتر من يوم ما قابلت ابنه يسوع، بس أنا مش هقدر أفهم كل ما يحيط بالله، لكن أنا أقدر دلوقتي أتعرف عليه بطريقة أعمق من الأول لما قابلت يسوع. حياتي بقت مختلفة، صلاتي بقت مختلفة، الطريقة اللي بخطط بيها لحياتي أنا وعيلتي وناخد بيها القرارات بقت مختلفة. العلاقة مع ربنا بتأثر على كل شيء، وأنا مبسوط جدا إن الموضوع بقى كده. أنا أحب إن ربنا هو اللي يقود حياتي بدل ما أنا اللي أقود ربنا. عشان كده أنت بتخدم في مؤسسة يهود من أجل يسوع، صح؟ صح. هل ممكن تكلمنا شوية عن المؤسسة دي؟ طبعاً. باختصار احنا بنشتغل بكل نشاط في خطة ربنا لخلاص الشعب اليهودي، واحنا مؤمنين ان احنا لازم نتصالح معاهم في يسوع المسيح. عشان كده اللي بنعمله في المؤسسة دي هو اننا نحب ونخدم. عشان كده احنا بنخدم اليهود، احنا ببساطة بنروح ونكلمهم عن يسوع وبنطلب منهم ان هم ييجوا يشوفوا ازاي ممكن يبقوا يهود مؤمنين بيسوع. واحنا كمؤسسة عالمية عندنا اكتر من 300 خادم بيصلوا بشكل اساسي كل يوم عشان شخص يهودي جديد يؤمن بالانجيل. هل انت لسه مؤمن بان اليهود هم شعب الله المختار؟ هل لسه مؤمن بفكرة ارض الميعاد؟ ده سؤال ممتاز. اظن ان الانسان محتاج يبص لشعب اسرائيل بتمعن، لأنه وفقاً للكتاب المقدس كان فيه عهد ربنا اداه. لكن لازم نفهم يعني إيه كلمة إسرائيل، لأن إسرائيل دلوقتي بقت مكان جغرافي، إنما في الحقيقة إسرائيل هم أولاد يعقوب. عشان كده لما نيجي نتكلم عن إسرائيل لازم نتكلم عن كل شخص يهودي على كوكب الأرض. فيبقى السؤال لازم يكون هل عند ربنا خطة لليهود دول؟ طبعاً لكن ليه ربنا اختارهم؟ ربنا اختارهم لأنهم أمة ضعيفة، دايما كان العدو بتاعهم أكتر منهم في العدد. عشان كده لما كانوا ينتصروا أو يعملوا أي حاجة ما كانش ده بقوتهم أو عشان حاجة كويسة عملوها، إنما كان مجد لربنا. في فترة الخروج من مصر كان في دايما شعوب كتيرة أعداء لليهود، لكن ربنا هو وحده اللي أنقذهم. دي حاجة جميلة. عشان كده مش المفروض ياخدوا أي مجد، وأنا أعتقد إن ده هو مفهوم ووظيفة إسرائيل. وظيفة الشعب اليهودي هي إنه يكون نور للأمم، وده اللي بيقوله الكتاب المقدس. يعني إيه؟ يعني مهمتنا كانت دايماً توجيه الكون كله للخالق،
اللي هو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أنا مش قادر أتخيل اليهود هيعملوا إيه لما ربنا يجي في مجيئه التاني. هم طبعا متوقعين إنه هيجي لسه في مجيئه الأول فهيلاقوه جاي، لكن ده يوم القيامة، عشان كده هتبقى مفاجأة. أنا عايز منك رسالة ليهم النهاردة. أقول إن الأسفار المقدسة بتعلمنا إن اليوم العظيم اللي هيجي فيه ربنا كل إنسان هينحني، وكل لسان هيعترف بيه، وهيشوفوا اللي طعنوه وهيحزنوا، وفي اليوم ده هيقابلوا المسيح. نصيحتي للكل هنا، دوروا على الحب اللي هو يسوع. الكتاب المقدس بيقول لنا إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. دعوتي النهاردة للكل بسيطة، وهي دعوة للحياة الأبدية، هي للكل، وبتقول تعالوا للحياة مع الله. بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين عبر التاريخ، دايما في صراع وعدم استقرار في الحالة السياسية، وبنشوف اللي بيحصل في فلسطين الأيام دي. إيه رأيك؟ بص، الموضوع ده صعب إنك تتكلم فيه من ناحية سياسية لما تكون ما تولدتش لا في فلسطين ولا في إسرائيل، ولما ما تكونش عايش في الظروف دي. عشان كده أنا هقول من ناحية تاريخ التوراة، كانت أمة إسرائيل دايما في صراع مع أعداء بيعرضوها، عشان كده الصراع ده مش جديد. لكن أنا أعتقد إن الحل ببساطة للموضوع ده، والأمل الوحيد للسلام، هو اللي اتولد في الشرق الأوسط. أنا أقصد إن الأمل الوحيد للسلام هو يسوع المسيح النصري، وأعتقد إنه من خلال قرايتنا للكتاب المقدس عارفين إن الأمور مش هتكون وردية، لكن هتبقى أصعب قبل مجيء المسيح الثاني. عشان كده لازم يكون عندنا أمل في عالم مثالي يعيش الكل فيه في محضر الله. ده ممكن ما يبقاش دلوقتي، عشان كده احنا بندرب نفسنا في مجتمع الكنيسة اللي هي جسد المسيح لحد لما يجي المسيح مرة تانية، وده اللي يجيب السلام للعالم كله. عشان كده انا شايف انها قضية روحية زي ما هي قضية سياسية. انا متفق معاك ان هو ملك السلام، ودايما بنصلي له عشان ينشر السلام في العالم. هو اللي هيجيب السلام لكل العالم، وكمسيحيين احنا بنصلي من اجل كل الناس، من اجل الشعب الفلسطيني ومن اجل الشعب اليهودي. انا بصلي للكل، لانه لما الموضوع يكون خاص بالايمان بيسوع كل الناس تحتاج للمسيح. في النهاية انا بحب اشكرك، وبديك دلوقتي فرصة لو عايز تشارك بأي حاجة عن رحلتك من اليهودية للمسيحية، أو عن خدمتك في مؤسسة يهود من أجل يسوع. عايز بس أكد على استخدام كلمة علاقة، وعايز أقول للكل وجود ربنا في حياتك هو علاقة. طبعا الناس اللي في علاقات زواج أو صداقة هيفهموا كلامي كويس، لأن كل علاقة محتاجة حاجتين، وهما العمل والتضحية. أحيانا العلاقة تدخل في أوقات صعبة، لكن ده لازم يخليكوا تكملوا عشان يكون عندكم علاقة مثمرة ورائعة ومحبة. عايز أقول إن الشيء نفسه ينطبق على العلاقة مع الله. عشان كده بالنسبة للي عندهم شعور بالقلق من مستراحات ربنا ويسوع والمسيح، كل الحاجات دي بصولها كعلاقة، وإنها أفضل علاقة ممكن تكون عندكم على الإطلاق. بصولها إنها شغل، لأن كل يوم هيكون عليك تشتغل عليها. أكيد هيواجهكم صراعات وتحديات، لكن هتخرجوا من الناحية التانية بأعظم علاقة في العالم، وهي علاقتكم مع الله ومع المسيح. شكرا جدا يا إيدن، إحنا مقدرين وقتك اللي اديتهولنا، ونتمنى لك كل التوفيق، ونحب نقابلك تاني عشان نعرف أكتر عن أخبارك الجديدة وأخبار خدمتك المثمرة. شكرا. دلوقتي في كتير جدا بيأمنوا يوميا، وفي مؤسسات بتخدم في الموضوع ده، زي مثلا مؤسسة Jews for Jesus، أو يهود من أجل يسوع. احنا النهاردة محضرين لكم فيديو قصير عن المؤسسة دي ودورها اللي بتعمله دلوقتي. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع ليكم تاني. يهود من أجل يسوع هي منظمة من الناس اليهود اللي بقوا مؤمنين ان يسوع هو المسيح، زي ما تنبأ التناخ اللي هو الكتاب المقدس اليهودي انه هيجي.
احنا كمنظمة بنعمل حاجات كتير قوي، مثلا بنستضيف مناسبات زي العشاء السبت وخدمة الاعياد، بنعمل كمان برامج تدريبية ومعسكرات عن البار والبيت ميتسفا، كمان بنخرج الشارع ونتكلم مع الناس ونديهم قهوة برد. عشان كمان نرد الجميل بننظف حدائق المدينة وبنعمل تعاون مع الجمعيات الخيرية المحلية. لكن أكتر حاجة بنعملها هي إن احنا نقعد مع الناس عشان ندرس الأسفار المقدسة ونقنعهم إن يسوع هو المسيح اليهودي. قراية العهد الجديد فعلا كان التحدي، عشان كده ما كنتش بقراه، لكن لما قريته لقيت نفسي مشدود أكتر وأكتر لقصة النعمة. أنا عايز أدي فرصة لليهود إنهم يشوفوا يسوع بنفسهم ويقرروا إذا كان هو المسيح ولا لأ، بدل ما يسيبوا القرارات المهمة دي للحخامات اللي عاشوا قبل 2000 سنة. لأنه اداني كتير، أنا كمان عايزة أبقى قادرة أدي اللي أخدته للناس تانية، وده اللي أنا بعمله. أحب أشكر الأول حضرة صاحب النيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المجلس الثقافي القبطي الأرثوذكسي على محبته الكبيرة وتشجيعه لفريق عمل البرنامج. شكرا يا سيدنا، لأنه من غير نيافتك الحقيقة ما كناش أبدا قدرنا نعمل المقابلات دي. برضو أحب أشكر حضرة صاحب النيافة الأنبا أرشليدس الأسقف العام في تورونتو ووسط كندا، اللي بمحبة كبيرة وكرم ضيافة سهل لنا تصوير الحلقات في كنيسة ماري مرقس الجميلة في تورونتو. شكرا يا سيدنا. كمان أحب أشكر أبونا المحبوب القمص أمونيوس جيرجس على تعبه الكبير معانا في الترتيبات وكل اللوجيستيكس. شكرا يا أتسابونا. أحب أشكر برضو فريق العمل في مصر وكندا، الأستاذ مايكل بهيج، الأستاذ باسم سعد، الأستاذ أندرو رأفت، وشكر خاص للأستاذة دينا إبراهيم والأستاذ بيترو بولس اللي تعبوا جدا في تنظيم المواعيد والتحضيرات والتصوير. أحب كمان أشكر شكر خاص لصديقي العزيز المهندس بولس شحاتة على تعبه معانا في عمل الدوبلاج. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة جديدة من برنامج رحلة إلى الجذور الأسبوع المقبل إن أحب الرب وعشنا. إلى اللقاء.